أعزائي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة تعليمية جديدة من حلقات مادة العلوم. في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية نمو النبات الزهري من بذرة، وكذلك عن مرحلة النضج في النبات الزهري. كل هذا وأكثر، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا. كما ذكرنا لكم أننا في حلقة اليوم سنتعرف على كيفية نمو النبات الزهري من بذرة، وسنتعرف أكثر على مرحلة النضج في النبات الزهري. كل هذا وأكثر في درسنا اليوم الذي سيكون بعنوان ما هي دورة حياة النباتات الزهرية. للكائنات الحية كلها دورة حياة، فقد تعرفنا في الصف الرابع على دورة حياة الفراشة، وقلنا أنها تبدأ من البيضة. كما تعرفنا أيضا على دورة حياة الضفدع، والتي أيضا تبدأ بمرحلة البيضة. وأيضا عرفنا أن هناك دورة لحياة الإنسان، حيث يولد طفلا رضيعا وينمو ويكبر إلى أن يصبح كهلا. في درسنا اليوم سنتعرف على دورة حياة نبات زهري. في البداية، تبدأ دورة حياة النباتات الزهرية من بذور، وكما نلاحظ من خلال الصورة أن البذور مختلفة وكثيرة، فأوجه الاختلاف بينها من حيث اللون، الحجم، الشكل. ولكن هل هذه البذور قادرة على النمو؟ بالطبع لا. ولكن لماذا هذه البذور ليست قادرة على النمو؟ أحسنتم، لأنها في مرحلة الكمون. ما هي مرحلة الكمون؟ مرحلة الكمون هي مرحلة الراحة أو الرقاد التي يمر بها البذور. إذن مرحلة الكمون هي مرحلة الرقاد أو الراحة التي تمر فيها البذور. صف البذور الكامنة، أي صف البذور التي تكون في مرحلة الكمون. البذور الكامنة أو التي تكون في مرحلة الكمون تكون قاسية وجافة. إذن البذور في مرحلة الكمون تكون قاسية وجافة. متى تصبح البذرة قادرة على النمو؟ قلنا أن البذرة في مرحلة الكمون تكون قاسية وجافة، إذن لا تستطيع البذرة في هذه المرحلة أن تنمو. إذن متى تصبح قادرة على النمو؟ تصبح البذرة قادرة على النمو عندما تتوفر لها الظروف المناسبة. ماذا نقصد بالظروف المناسبة؟ الظروف المناسبة يعني أن تتوفر لها بعض الأشياء التي تساعدها على أن تنبت، مثل الماء، الأكسجين، ودرجة حرارة مناسبة. إذن البذرة تحتاج إلى ثلاثة أشياء أساسية لكي تنبت. أولها الماء، ثانيا الأكسجين، أما ثالثا درجة حرارة مناسبة. دعونا نتعرف الآن على دورة حياة نبتة الفاصوليا. ونبتة الفاصوليا هي أحد النباتات الزهرية، وكما ذكرنا لكم أن دورة حياة النباتات الزهرية تبدأ بالبذرة، وتكون في البداية بذرة كامنة، أي في مرحلة الرقاد أو الراحة. ولكن متى ما توفر لها الظروف المناسبة من ماء، فإن هذه البذرة في البداية تتشرب الماء ليطرى غلافها ويبدأ يتمزق.
وما إن تتعرض إلى الشمس وتحصل على حاجتها من الأكسجين، فإن هذه البذرة تبدأ بالإنبات. إذن في البداية تكون بذرة كامنة، ومتى ما حصلت على الماء والهواء وضوء الشمس تبدأ بالإنبات. ماذا يحدث للبذرة عندما يتوفر لها الماء والأكسجين ودرجة الحرارة المناسبة؟ كما قلنا يطري غلاف البذرة، أي يصبح طري، ومن ثم يبدأ يتمزق غلاف البذرة كما نلاحظ من خلال الصورة أن غلاف البذرة أصبح طريا وبدأ يتمزق. المرحلة الثانية في دورة حياة النباتات الزهرية هي بداية إنبات البذرة. ففي البداية يشق الجذر طريقه عبر غلاف البذرة وينمو نزولا، كما نلاحظ من خلال الصورة أن الجذر يبدأ ينمو من البذرة ويشق غلاف البذرة وينمو إلى أسفل. نلاحظ من خلال الصورة أن الجذر يشق طريقه عبر غلاف البذرة وينمو نزولا. بعد ذلك تبدأ هذه البذرة تنبت. ينمو الجزء العلوي من الجذر صعودا وتتشكل منه الساق، فتحمل الساق معها في صعودها غلاف البذرة وفلقتيها، ثم يسقط غلاف البذرة. أي أن في هذه المرحلة تحدث أشياء عديدة، أولها أن الجزء العلوي من الجذر يبدأ في النمو صعودا مشكلا الساق. ماذا يحمل هذا الساق؟ يحمل معه غلاف البذرة وفلقتيها. ماذا يحدث بعد ذلك؟ يحدث أن يسقط غلاف البذرة. وعندما يسقط غلاف البذرة تقوم الفلقتان بتزويد النبتة بالغذاء، وتبدأ ورقتان صغيرتان بالنمو من بين الفلقتين، كما نلاحظ في الصورة أن الجزء العلوي من الجذر يبدأ في النمو صعودا مشكلا الساق التي تحمل معها في صعودها غلاف البذرة وفلقتيها، ولكن سرعان ما يسقط غلاف البذرة بعد أن يجف. من المسؤول عن غذاء هذه النبتة الصغيرة؟ تحصل هذه النبتة الصغيرة على غذائها من فلقتي البذرة. بعد ذلك تبدأ ورقتان صغيرتان بالنمو من داخل الفلقتين. إذن يبدأ الجزء العلوي من الجذور بالنمو صعودا كما نلاحظ، حاملا معه غلاف البذرة والفلقتين. الفلقتين في هذه النبتة الصغيرة هي المسؤولة عن تزويد هذه النبتة الصغيرة بالغذاء. يسقط غلاف البذرة بعد ذلك، تبدأ كما نلاحظ يحمل الساق البذرة وفلقتيها وتنمو ورقتين من بين الفلقتين كما نلاحظ عزيزي الطالب من خلال الصورة، هاتين هما الورقتين الصغيرتين اللتان تنموان من داخل أو من بين الفلقتين، ثم تصبح بادرة، والبادرة هي النبتة الفتية. هذه البادرة عندما ينفذ الغذاء المختزن في الفلقتين فإنهما تجفان وتسقطان. في هذه المرحلة التي هي مرحلة البادرة فإن الفلقتين ينتهي الغذاء المختزن أو ينفذ الغذاء المختزن في هاتين الفلقتين، ومن ثم تجفان وتسقطان، فتصبح الورقة هي المسؤولة عن صنع المادة السكرية باستخدام الطاقة من الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون. إذن نلاحظ أن الفلقتان في هذه المرحلة تجف وتسقط
وبعد ذلك تبدأ الأوراق بصنع المادة السكرية. نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة في دورة حياة النبتة الزهرية، وهي مرحلة النضج. يمكن للبادرات الفتية أن تنمو مع الوقت لتصبح نباتات ناضجة. ماذا تحتاج البادرات الفتية لتصبح نباتات ناضجة؟ أحسنتم، تحتاج إلى ماء، هواء، ضوء الشمس، وأيضا درجة حرارة مناسبة. إذن هذه هي حاجات النباتات الناضجة، وهي الماء والهواء، ضوء الشمس، ودرجة الحرارة المناسبة. بعد بضعة أسابيع يكتمل نمو النبتة، ثم تزهر فتلقح الأزهار وتنمو لتصبح ثمارا داخلها بذورا جديدة، أي أن النبتة الناضجة عندما يكتمل نموها فإنها تزهر فتلقح هذه الأزهار وتنمو وتكبر إلى أن تصبح ثمرة تنتج بذور مرة أخرى. كما نلاحظ فإن هذه هذا الرسم يمثل نبتة الفاصوليا، وكما نلاحظ أنها مزهرة وسرعان ما تلقح وتنمو لتصبح ثمارا، وداخل ثمار الفاصوليا نجد بذورا جديدة. إذن النبتة الناضجة تنتج لنا أزهارا، تلقح هذه الأزهار وتنمو إلى أن تصبح ثمار فاصوليا، وداخل ثمار الفاصوليا نجد بذور كامنة، أي أنها جافة وقاسية، وما أن تحصل على حاجاتها من ماء وهواء وضوء شمس تبدأ تنبت ليظهر لها الجزء الأول، وهو الجذر الذي ينمو نزولاً إلى أسفل، ومن ثم يبدأ الجزء العلوي من الجذر نموه إلى أعلى حاملا معه البذرة وغلافها، ولكن سرعان ما يجف هذا الغلاف وتبدأ الفلقتين في الابتعاد عن بعضهما البعض، وينبت من داخلهما ورقتان صغيرتان. وما أن ينفذ الغذاء المختزن الموجود داخل فلقتي البذرة، فإن الأوراق تصبح مسؤولة عن صنع المادة السكرية باستخدام الطاقة المنبعثة من الشمس والماء وغاز ثاني أكسيد الكربون، فتعود مرة أخرى هذه البادرة لتنمو وتصبح نبتة ناضجة قادرة على إنتاج بذور كامنة جديدة، وتعود دورة الحياة مرة أخرى. دعونا نسترجع مراحل دورة حياة النبتة الزهرية مرة أخرى. أحسنتم، فإنها تبدأ ببذرة كامنة، أي أنها بذرة في مرحلة الرقود أو الراحة، وتكون في هذه المرحلة جافة وقاسية، ولكن ما أن تحصل على الماء وضوء الشمس ودرجة حرارة مناسبة تبدأ بالإنبات. فنلاحظ أن في بداية إنبات البذرة فإن أول جزء يظهر من هذه البذرة هي الجذور، والتي تنمو نزولا إلى أسفل. بعد ذلك يبدأ الجزء العلوي من الجذر نموه صعودا إلى أعلى حاملا معه غلاف البذرة وفلقتيها. يكون الغذاء المخزن في فلقتي البذرة هو مصدر غذاء هذه النبتة الصغيرة. بعد ذلك يسقط غلاف البذرة، ونلاحظ أيضا نمو أوراق صغيرة من داخل الفلقتين أو من بين الفلقتين. وما أن ينفذ الغذاء المختزن الموجود بين
الموجود في فلقتي البذرة تبدأ الأوراق بصنع المادة السكرية باستخدام الطاقة المنبعثة من الشمس والماء وغاز ثاني أكسيد الكربون. نلاحظ أن المرحلة الرابعة من مراحل دورة حياة النبتة الزهرية هي مرحلة البادرة، وهي النبتة الفتية. وهذه النبتة الفتية ما أن تحصل على حاجاتها تصبح نبتة في مرحلة النضج، وهذه النبتة في مرحلة النضج تزهر فتلقح هذه الأزهار وتنمو إلى أن تصبح ثمارا قادرة على إنتاج بذور جديدة. ماذا تعلمت عزيزي الطالب من هذا الدرس؟ أولا، أن البذور التي لا تنمو تكون في مرحلة الكمون، وهي فترة الراحة أو الرقاد للبذرة، أي أن البذور في مرحلة الكمون ليست قادرة على النمو لأنها لم تتوفر لها الظروف المناسبة من ماء وهواء وحرارة مناسبة. ثانياً، تنمو البذرة الكامنة إذا توفر لها الحرارة المناسبة والماء والأكسجين الكافي. ماذا يحدث للبذرة في البداية عندما تحصل على هذه الأشياء؟ أحسنتم، يبدأ يطري غلافها ويتمزق وينبت منه الجزء الأول، وهو الجذر الذي ينمو نزولا إلى أسفل. ثانيا، ينمو الجذر من البذرة إلى الأسفل، والساق من الجزء العلوي للجذر إلى أعلى، أي أن عملية نمو الجذور تكون إلى أسفل، بينما الساق يكون نموه إلى أعلى، وعندما ينمو فإنه يحمل معه غلاف البذرة وفلقتيها. رابعا، البادرة هي النبتة الفتية التي تبدأ بصنع الغذاء بنفسها، أي أنها تستغني عن الغذاء المختزن الموجود في فلقتي البذرة، ويكون لها أوراق خضراء قادرة على صنع الغذاء باستخدام الطاقة المنبعثة من الشمس والماء وغاز ثاني أكسيد الكربون. أخذنا مصطلح علمي جديد في هذا الدرس، وهو مصطلح الكمون. والكمون هو مرحلة الرقاد أو الراحة التي تمر فيها البذرة. دعونا الآن نأخذ بعض التطبيقات والأسئلة على درس اليوم. أعد ترتيب مراحل دورة حياة نبتة الفاصوليا. ما هي المرحلة الأولى؟ أحسنتم، مرحلة البذرة الكامنة التي تكون في مرحلة الراحة أو الرقاد، ومن ثم أحسنتم المرحلة التي يبدأ نمو الجذر فيها نزولا إلى أسفل. أما المرحلة الثالثة فهي نمو الساق من الجزء العلوي من الجذر، والذي يحمل معه أثناء صعوده فلقتي البذرة. أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة البادرة أو النبتة الفتية التي تستطيع صنع غذائها بنفسها عن طريق الأوراق الخضراء. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة النضج، حيث يكون النبات قادر على أن يزهر وتتلقى هذه الأزهار لتنمو وتصبح ثمار قادرة على إنتاج بذور كامنة مرة أخرى. لما لا تنبت البذور في التربة خلال فصل الشتاء في المناخات الشمالية؟ فكر عزيزي الطالب، لما لا تنمو البذور في المناخات الشتوية الباردة؟ أحسنتم، لأن درجة الحرارة منخفضة جدا، وبالتالي لا تستطيع البذرة الكامنة أن تنمو. لماذا التربة مهمة لنمو النبات؟ أحسنتم، للتربة فوائد عديدة بالنسبة للنبات، فهي
تمد النبات بالمغذيات اللازمة للنمو، كما وأن النبات يمتص منها الماء، وأيضا النبات يثبت نفسه في التربة. إذن هي مصدر للمغذيات للنبات، كما وأنها تمد النبات بالماء اللازم للنمو، وأيضا تثبت النباتات نفسها في التربة. وضعت بذور منقوعة يوما كاملا في مناديل ورقية رطبة داخل كوبان بلاستيكيان شفافان، أي أنك قمت بوضع بذور في كوبين بلاستيكيين، في كل كوب بلاستيكي وضعت مسبقا مناديل رطبة. ماذا فعلت بعد ذلك؟ قمت بوضع أحدهما في الثلاجة والآخر في درجة حرارة الغرفة. أي البذور سيبدأ بالإنبات؟ وضعت إحدى البذرتين داخل الثلاجة والأخرى في الغرفة، أي تحت درجة حرارة الغرفة. أي البذرتين ستبدأ بالإنبات؟ أحسنت، البذرة التي وضعت في درجة حرارة الغرفة. ولكن يا ترى لما في رأيك لم تنبت البذور الموجودة في الثلاجة؟ أحسنت عزيزي الطالب، بسبب درجة الحرارة المنخفضة في الثلاجة، وعرفنا أن البذور تحتاج إلى درجة حرارة مناسبة لتبدأ بالإنبات. إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، التي تناولنا فيها كيفية نمو البذرة وعن مرحلة النضج في النباتات الزهرية، وتعرفنا أكثر على دورة حياة نبتة الفاصوليا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في حلقة اليوم. آملين أن نلقاكم في حلقات تعليمية أخرى من مادة العلوم للصف الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.